البنات عواشر مبروكه ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه سهله مهله تاع الصابلي، كنت ندير فيه وقلت علاش ما نبارطاجيش معكم لا غوسيت. دونك هنا عندي 250 غرام تاع الزبده دايبه كما راكم تشوفوا، ماشي دايبه كاع شاده شويه روحها. هنا غادي نزيد معاها كاس تاع سكر غلاسي، غادي نخدمها شويه وغادي نعاود نولي معاكم وتشوفوا مقادير الاخرى. هنايا خدمت غايه السكر مع الزبده حتى ولات عندي غلقات بومات كما راكم تشوفوا فيها هكا. هنا غادي نزيد معاها البيض، دونك هنا عندي وحده بيض كومبلي اون اوف كومبلي افيك دو جون دوف، دونك بيضه كامله مع زوج تاع لي جون دوف. غادي ثاني نخدمها غايه وندخل البيض مع ديك الزبده والسكر كلاصي بيان كوم الفو. ومن بعد ما تنساوش ديروا اون بانسي دو سال، دوك هنا غادي نزيد معايا اون بانسي تاع الملح ونخدم غايه الغايه. ومن بعد نزيد لها ابري لي غو سا سون ديفيرون، كل واحد واش يبغي. انا هنا عندي ليكستري تاع الليمون، الا بغيتو ديري ليكستري تاع الليمون ديرو باش يعطي ان غو غو سيترون، ولا ديروا الكل اللي بغيتو، ولا ما بغيتش ديرو ما ديروش. ومن بعد هنايا كي خدمت البيض مع السكر والزبده بيان كوم الفو، غادي نزيد لهم كاس تاع مايزينا. دونك عندي كاس تاع مايزينا اللي غادي نزيد معاه، هذا الكاس تاع المايزينا غادي نزيد معاه مغرف كيما هكا تاع خميره تاع الكاطو لا ليجور شيميك. ومن بعد نلم في هذا مايزينا تاني، نعاود ندخل المايزينا غايه الغايه. دونك كاس تاع سكر كلاصي، كاس تاع مايزينا كيما المام الكاس اللي نعبر به السكر، هذا هو انا اللي عبرت به، الكاس اللي عبرت به السكر عبرت به المايزينا، مغرف صغيره تاع لا ليجور شيميك، ومعاها بيضه كامله وزوج تاع صفار تاع بيض و 250 غرام بيان سور تاع زبده. فوالا كيما راكم تشوفوا خدمتها غايه. هنا غادي نبقى نزيد الفرينة بيتيت ا بيتيت بلا ما تنساو تاني سكر فاني. انا في بلاصه درت ليكستري، فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا عندي ليكستري تاع الفاني، دير غير بيتيتا تاع ليكستري الفاني. ونبدا نزيد في الفرينة بيتيت ا بيتيت حتى نتحصل على عجينه هشيشه وخفيفه، يعني ما ديروهاش قاصحه، ديروها رطبه ديك العجينه تاعكم. دونك كيما راكم تشوفوا هنا البنات، هاي العجينه تاعي بنيتها، شوفوا كي راهي رطبه، شوفوا البنات رطبه. دونك حنايا اش غادي ندير، عندي ساشي كيما هكا نديرها في وسطه ونقعد نخدم بيتيت ا بيتيت. دونك لا بروميير استوس، اسيو كي تبغوا ديروا صابلي تاعكم ما ديروش ديريكتومون تفارينيو وديروا على البلون طرافال، دائما خدموا بابي ولا خدموا افيك ان ساشي. علاه؟ باش كي تجو ترفدوا الحبه ديروها غير كيما هكا وترفدوا، زافي با بيزون دو توشي لا بات، ما تخربوش في الحبه. حاجه زوجه درك نقولها لكم من بعد نخدم في العجينه تاعي. دونك كيما قلت لكم ندي لا بات تاعي، شوفوا كي راهي تلصق سي با غاف، يعني ما تخافوش منها. غادي نبدا بالفارين، جو فارين ايسي، ندي لا بات ونبدا نخدم فيها. العجينه ساهله تتورق فاسيلمون، شوف انا كي نبدا نورقها نتوشي غير بابي، يعني غير بابي نقعد ديفا نقلب فيه ما نخربش في لاباط. وهنا البلاطو تاعي راه واجد، باش نبدا نحط فيه ونبدا نطبع. دونك لاستيس الزوجه كي تطبعوا العمده على طبيع باش الحبه تخرج لكم هي هي والحبه ما تبوجي. شوفوا انا هنايا غادي نوريكم ليبيسور، شوفوا ليبيسور شي بزاف ميم با 1 سنتيمتر. دونك لا دوزيام استيس كي تبداي تطبعي، كي تشدي الطابع تاعك وتبغي تطبعي بيه، كي تطبعي ما تديش وتجيبي الحبه، حطي
طبعي ورفد يدك طبعي كما هكا ونرفد يدي. شوفوا الحبه غادي تجي غير وحده هي الحبه تاعي شفتوا ما نخرف فيها ما والو باسكو كي تقعدي تدي وتجيبي لو فاي لو فيان الحبه تاعك تبوجيها اوتوماتيكمون كل حبه تبوجيها الحبه غادي تنقص. هذا هو علاش الحبه تاعكم راهي تنقص لكم وتحسوها باللي صغارت كي دخلوها في البلاطو كي دخلوها طيب وتخرج دونك نطبع ونفت فوالا كيما راكم تشوفوها نطبع ونفت ما نطولش في ال ما نديش ونجيب دونك هنايا كيما راكم تشوفوا هكا انا غادي نكمل كاع البلاطو تاعي ونعاود نولي معكم من بعد ان شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا الصينية تاعي هايلة كملتها غادي ندخلها الطيب على درجة الحرارة 180 دوغري نخليها حتى كي نشوف الكاطو تاعي بدا شوية يحمر نخرجه نتلاقوا ان شاء الله ابخي لكم. فوالا البنات شوفوا معايا ها هو الكاطو راني خرجته شوفوا الحبة كي تخرج تخرج هي هي وي شوفوا الحبة كاع ما تتبدلش. دونك دروك غادي نبداو في الكلاصاج راني موجده الكلاصاج غادي نوري لكم كيفاش انا غادي ندير له الكلاصاج تاعي. دونك البنات كيما راكم تشوفوا انا صابلي تاعي ها هو هذا راه وجد هنا غادي نبدا نعسل حبيباتي معاكم. عندي هنا شويه تاع نوات كوكو عندي هنا شويه تاع كاوكاو مهرمش وعندي هنايا سكر كلاص دونك وهنا بيان سور بلا ما نساو الكونفيتور تاعنا انا عندي هنا ابريكو اللي راني حليته بشويه تاع مازهر وغادي نبدا ندير حبيباتي معاكم. دونك هنا ندي الحبة تاعي كيما هكا ندي صافي شوفوا شوفوا كي تجي تجي الحبة سوا سوا كيما راكم تشوفوا هنايا كاسكيا وي بخون لي ماشيغي هنايا غادي ندير شوية تاع الكونفيتور على السطح تاع الحبة وغادي ندخلها في النواط كوكو كيما هكا ونقدر بحبتي ونبلع ونعاود نقدر بشويه تاع كونفيتور ونديرها هنا في الوسط والحبه هذه هي تاعنا كيما راكم هنا تشوفوا. دونك هنا ثاني راني ديت حبه واحده اخرى درت فيها الكونفيتور وهنايا ندير الكونفيتور على السطح ونديرها في الكاوكاو وتجي كيما هكا ونقدر نعاود عندي هذا الحبه تاعي ندير هذا السيستم هكا لو فاي لو فيان وتجي الحبه تاعي كيما هكا نعاود نقدر بشويه تاع نواتكو شويه تاع كونفيتور ونديرها في الوسط شوفوا الحبه كي تجي. انا الحبه الثالثه غادي نديرها معكم بالسوخ كلاصي دونك هنا عندي ثاني كيف كيف كتبت الحبه ودرت فيها شويه سكر كلاصي من فوق وغادي نقدر بالكونفيتور ندير كيما درت في الاخرين والحبه تاعي هادو هما. دونك هنا جي بارطاجي معكم 3 موديل تاع 3 موديل تاع ديكوراسيون دونك لكم الاختيار. انا هنا اليوم راني وريت لكم طريقه تاع صابلي تاعي كيفاش يجي ناجح وشوفوا البنات تجي لاباتيه هشيشه وخفيفه شوفوا الحبه ما تجيش غليظه تجي ما شاء الله وما يجي لا مديفورمي لا والو الحبه كيما تحطيها كيما طيبيها كيما توجد. ان شاء الله لاغوسه تاع اليوم تكون عجبتكم ما تنساوش الان ما تنساوش البنات باش تابوني ولا ما كنتوش مابوني ودو لايكي دو بارطاجي ونقول لكم ان شاء الله عواشركم مبروكه ونتلاقوا ان شاء الله في صور اخرى. سلام البنات ا بيانتو.